مرحبا. طقس شتوي معتدل عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة معتدلة نهاراً ومنخفضة ليلاً على المرتفعات. رطوبة عادية. البحر متوسط الموج وحرارة مياهه 18 درجة. اليوم طقسنا غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وغطيت على الجبال خصوصي بفترة الليل عم بتأدي لسوء رؤية ورياح شمالية باردة وجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الليل والصباح الأولى. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 428 ملم، أما السنة الماضية ف 274 ملم والمعدل العام 424 ملم. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 11 درجة على المرتفعات 4، بالبقاع درجتين تحت الصفر وبالأرز 7 درجات تحت الصفر. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية مثل رحبة 14 درجة، 16 بأبي سمرة، الأرز 4 درجات، 16 بجبال، المنصورية 14، رياض الصلح 17، المختارة 10، وصيدا 17 درجة. رطوبة بتتراوح بين 45 و65% حرارة سطح الماء 18 درجة وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. الرياح عم بتكون شمالية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ نهار الجمعة بتتراوح بين 12 و17 درجة، السبت بين 11 و16 درجة مع هطول أمطار، ونهار الأحد بتتراوح بين 12 و17 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ الجولة مع أبو ظبي و23 درجة، قدس 15، طرابلس 15، الجزائر 11 درجة، أثينا 11، برلين درجتين وباريس درجة واحدة. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.